اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اتش بي وبحلقة جديدة من سلسلة الودات يا شباب. واليوم يا شباب جبت لكم حلقة اكبر وحوش ممكن تشوفها بماينكرافت. قبل لا تبدأ الحلقة يا شباب حطوا لنا لايك واشترك بالقناة اذا شلت ما بيشترك، وخلينا نبدأ الحلقة. اوكي، ذاك المختبر مالتنا، خلينا نشوف مجهزيننا اليوم. اوكي، خلينا نشوف بوب. اوكي، اوه هذا منو؟ اوه فيدو، لك جابك هنا؟ جابك هنا والله. اي شنو هيك؟ هذا عالمي مختبري. انا هكرت عالمك. اوه يعني والله ما ادري، بس هلا بيك. يعني تعال اليوم مجهزين نمودات مال وحوش عملاقه، وهاي تحب نستكشف؟ اوف بوب، اوف بوب، اوف بوب. بوب هذا لك محبوب بالجماهير. هذا حباب بوب، وينكم تعليقاتكم؟ نبي تعليقات صحاب بوب وميدو. اوه والله يا ميدو، اهلا وسهلا بك بهاي الحلقة، نورتنا اليوم طبعا. ماكو بعد واحد وياك؟ خاف يعني ماكو. انت همي جيت ببوابل. اوه اشي رايح. هذا مو بوب، هذا الثاني. هذا سميه خلي صر واحد خاص بيك. اوكي علقي، شوف ايش سماه. سبروستر. شنو سبروستر؟ سبروستر شنو يعني سبروستر؟ ميدا يعني الامان الاستقرار. خلينا ندخل. اول شيء عندنا يا شباب عندنا السيف والبو. هذا السلاح الرهيب، هذا السيف وهذا البو. هذا مجهزين حساب ميدو. لوكو شيدو، والله شكلها رهيب من بعيد. شوفها عليه، شوف ريدي. والله رهيبة. تعال خلي اجرب عليك. دباك بوب لا يموت، ما ريد بوب يموت. خلينا نضم بوب لحظة. دائما يموت بوب، فاليوم ما ريد بوب يموت. تعال سبروستر. سبروستر هذا ليش سبروستر؟ خلي شو اسمه، حبل تعال حطه هنا، هم يخاف يموت. فيلا امشي تعال امشي تعال. علقته بحبل. اوكي يلا علقته بحبل. اليوم شنو حجرب عليك الاسلحه اللي عندنا. ما دام انت مهكر العالم فلازم نجرب بي. زين اوقفك، خليه بيس فول. دفكولتي بيس فول حتى ما اموت. قبل موت لا خلي دفكولتي بيس فول، وحطك الدروع حق دروع دايموند. حتى شنو لا تقول اتش بي ها مكتني وما ادري شنو. اذا تريد هاك بوشينات وكل جولدن ابل، اذا تريد هاك جولدن ابل هاك بوشينات. لحظه بوشينات بعد والله مدللك انا بعد. شي تريد يعني؟ هم مهكر عالمي وهم جاي ادللك. يلا 3 2 1. لا اوه جد الدمج، جد الدمج. جرب علي، جرب علي. انا ما عندي شيء فجرب علي. اي يرجع يلا اضرب. اوه تخطيت الثانيه. اذا ضربت انا اموت بسرعه. اي اضرب عدل، يرجع لك الحلو. يرجع اي. لا يرجع علي. يبغى راضي وغراضي راضي غراضي الظاهن، هرب الظاهن. يلا اخر مره. اوه شكرا. شوف حتى انت لا تقول ميدو. يلا وغراضي. والله ما ادري انه مكانك. ماكو بابا اموت. هاي حولت، انا حولت خلاص. اوكي شيء ثاني يا شباب، انت جيم مود مو صفر؟ جيم مود صفر؟ جيم مود صفر. نجرب. شوفوا البو يا شباب، بضل ساحب عليه وبوم. واو لحظه، شو ماذا يضرب؟ والله اسطوري. ماذا يضرب عندي؟ لحظه ماذا يضرب عندي؟ والله عندك ده يضرب؟ لا ليش؟ كان يضرب قبل شوي. يعني هو نذل. عطل تعال اضرب. لحظه خلينا نجرب السيف. الله اكبر. بي وينك؟ ميدو طري ثاني. ايوه طب جوا القاع. اطلع دوسكليك يمين. دوسكليك هبوت كوفن المطور. شنو دوسكليك يمين بالسيف؟ دوسكليك يمين شو يصير؟ اي ماشي يسوي تي بي يسوي اعتقد ينقلك. ورحت. لا دمج. لا رجعني للمختبر. ما ادري وين وداني. وين وداك؟ هو يمكن يوديك عالم فارغ. انا وداني مكان بوب.
وديك عالم فارغ ما ماكو شيء. المهم كتلكت المهم امشي امشي خلينا نشوف خلينا نشوف ايش عندنا بعد الوحوش. الوحوش لحظه الاغراض لازم نتعارك بيها ذني نعارك بين الوحوش من نتعارك بيناتنا. اوكي طلعها نسلاش او شوف شوف دروعي يا ولد ذني دروعي مالت هدوم المختبر هاي ذني ما هدوم المختبر شوف شوف حاطك نفسين حتى شنو نكون متساويين. شكرا وات بروتكشن كافي كافي. صار البو صار اوكي عشان لا مو هاي شوف الله اكبر بوم عشان عطل بيدي صار والله صار عندي. حاول جيم مود صفر بوم هو شوف يحرق ودمج وتدميج شفتوا التدميج عليه فشي رهيب. اوكي خلينا نسوي كيب انفنتوري حتى الموت طفت الكهرباء صير حبابه اوكي يلا يلا لا تطفي كيف ما راح تطفى يا شباب من ذي بدي شوفوا ذي الوحوش. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد راح اطق يعني واحد تقدر ترسبين هذا الوحش ان شاء الله. خن كتله يلا رسمين واحد خن كتله رسمينه خن كتله يلا اوكي فيك ديش بتفل امها رحمت فيك ديش هسه شلون؟ مدري. اوكي يا شباب رجعنا لكم طبعا البيوض راح اتقاسمها انا وميدو بس شنو ميدو اوكي اكو بيوض طلعناهم اخذ لا كنا طلعنا انا طلعتين شو انا حارس من اول بيض الله اكبر فناني رسمنا الدوده العملاقه او ماي جاد راح تاكلني وانا كبيدو اوه شوف وين طيرتني بوم هي رسمتها انا وزين انا وزين هياتني يمك انا الغراض راحت الدوده طيرتنا لكثيناتنا نمشي ذيك هي اعتقد ذيك هي اي ذيك هي ذيك تعال شوفها لو كيوف يا تفوق لك علي الرندر ديزنيز شوف هذا الطير او ماي جاد راح تاكل الجبل اكلته راح الجبل لك شوف شباب او ماي جاد هسه احنا ما رسمنا الا الدوده واو بعد ايش قدرانا واو شوف وين رحنا وين الو ما ادري انا مطرت سقط من فوق العالم والله ما ادري شلون سقط من فوق العالم هكذا نبيض لك ذيك شيء بعدها الدودة يلا ما علينا بها لك هاي مرة سبنة إلا هاي الدودة خلي الجيم مود واحد لأن الوحوش ما نقدر نقاتلها أبد وش اسمه فدلة نفسها هي هاي المشكلة ما بيها سامي أوكي تحول جيم مود خلقت لك وهي شو داير يدكتني ما اريد اموت بعدي بشبابي اوه صارت قلب مدري شنو موت اوه قتلتها بالبو هذا خارق يا ولد رسم الثاني رسم نفسه حول جيم مود صفر انت نفسه حول جيم مود صفر ايش راح اسوي لك مواني ما تقتل ما يسوون شي حبابين لا والله يوقعوا لي هاي العين يوقعوا لي عين مال القست وقعوا لي جن باودر لا خليني رسبن الوحش الثاني الله اكبر وحش الديرت شمر علي ديرت او ماي جاد شمر جولدن ابل اوه لوك لا اعطيني سلونس اعطيني جولدن ابل انت ما عندك سرعة قاتل ومو لا 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 جولدن ابل جيم مود زيرو تن جولدن ابل اعطيني جولدن ابل خلينا نشوف هذا الوحش اوه شو راح تسوي؟ اشمر جولدن ابل خلينا نشوف شو راح تسوي لي اوه متت
متيت جيبن جيبن جولدن ابل. اوكي كفو 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 كفو. لحظه لحظه شنو مات خرس منها غرس منها بس خرس منها الخضراء البيضة الخضراء ما ادري شنو هي. راس بيلي دي اوه دوده 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 دو او طيرتني اوه طرت اوه لا 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 اريد اسوي سبان بوينت. لحظه انت ليش قاعد تموت؟ ها انا مو قاعد اموت. سبون بوينت انت نوب ما تريد تسوي ما تريد تسوي شو اسمه بخري. لا سويت سبون بوينت ثاني. هداك تل هداك تل هاي الدوده الورعه تعال اوش ما تقدر اضربها. موتي موتي ما تموت. طرت طرت بالبو لا متت. بوين بوينت بوم بوم البوغا ما يشتغل. متى تدمج ها متى تدمج بس في الاسطوري متى تموت اصلا متى تنضرب لك حا ساعدنا اسكت له بالجيم مو ثواني والله ما تنضرب ما تنضرب ما ادري شلون. واو 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 سوت التفاف علي موتي طيرتني انا موتي موتي عشان ما تموت هاي ما تموت. جيب عندي فكره عندي فكره عندي فكره عندي فكره. I have idea. Yeah. I have great idea. نجيب هذا شيء كبير ونجيب هذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا لحظة لحظة. لا لا ما ما خش فكرة. ما خش فكرة. TNT ما يفجر هذا العالم. TNT فجر اسمه المكان ما عندنا إحنا نريد نستخدمه. فسوي difficulty. آه كفو. الله إنه كفو. كفو شو دعسته؟ أعتقد الدودة فما راح أرسم منها هسه. اوكي هنشوف هذا الوحش هنشوف هذا الوحش. يلا الله اكبر هذا لا رسبناه انا بزين هسه هذا نذبه. لحظه وين نذبه؟ نذبه بالشست نحط هذا. اعتقد هذا مرسبناه. ايه وحش الديرت هذا موت ضربه واحده قتلناه. واو وين راح؟ جاهز جاهز رسبن وحش الديرت هذا زين. يلا جاهز جاهز. اوه هذا هذا اللي عنده السلاح هذا الخطير. شوف انت جيم مود صفر انا احاول جيم مود صفر واشوف شو يصير خير يصير جيم مود صفر. اوه شنو هذا؟ لك هذا ابو 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 هاي السلاح الخطير خلي الي تعال تعال كذا. لا قتلته قتلته مع الاصوات. شوف تعال اوه قتلني ما قتلني ضربني موت. هذا ينهزم ما يموت ينهزم ينهزم يخاف. اشوفك هذا هذا البيضة جاهز بيضة سودة هي تخوف هي تخوف. الله اكبر كرشة اللعبة كرشة اللعبة. اوكي باكاجي بعد ما كرش العالم كل شوية كرش العالم متنا احنا بقلنا بس اربع وحوش ويا ميدو 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 شلونك ميدو؟ ميدو جاهز؟ 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 جاهز الله اكبر خلص من هذا الوردي الاسود بعد لا ترسمينه نيفر نيفر. اوكي رسمين الوردي ما ادري بينكي هذا. اوه اوه بعيون بعين ما سوني هذا. حاول جيم مود حاول جيم مود صفر ميدو خلينا نشوف شو راح اسوي لك ميدو هذا ميدو. لا لا تعال اوه اوه بعد اوه كتله يا شباب كتله كتله. او ماي جاد او ماي جاد خلي كتله لين كتل ميدو كتل صديقي بعينه بعينه ترى الوحش كتلناه خلاص يعني. اوكي لا لا يعني يعني هاي المقدمة. شوف شوف هذا الوحش شوف هذا الوحش يا ميدو والله عمرك ما راح تشوف مثلي. شوف سبان بوينت بساعة قبل لا اموت. شوف شوف واو شوف الرجعة. او شنو هذا الوحش؟ اعتقد غوريلا قرش وشنو ما اعرف صراحة. شوف ايش راح يسوي لنا يا شباب. اوووو ذبذبات صوتية يعمينا وما ادري ايش يسوي بعد. لا لا اكبر تسوي سبان بوينت ليك لا قتلك قتلك اعتقد. قتلني اصلا؟ اوكي اقتله قتله قتلناه 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 بس هذا التأثير اللي يعطيك اياه كلش حلو وكأنه معشك اجواء الرعب بماينكرافت.
يلا يلا يلا. اوكي يا شباب، هذا اكبر وحش في ماين كرافت. لا خلينا نجرب هذا قبله. يلا جرب. وال ايش ده هاي؟ شوف شوف ميدو صار صوره، ما ادري شنو هاي. تعال تاخذ كتلك، تعال صرصر. تعال تعال خذ كتلك. اي اي لا خلينا خلي تقتلني اني. لا خلي تقتلني اني. ايه ايه اوه كتلته، خلينا نقتلها لين كتلة ميدو. موتي موتي، قتلناها. جي جي. اوكي يا شباب، نت ميدو ضعيف فراح ارس بنا وحدي. انت وينك ميدو؟ ها حبيبي وينك؟ تبي ميدو؟ انا تحت الارض. ماكو انت مخفي. نجيبك تحفر وين؟ ماكو شيء. ما ادري مدى ندلك وين. هذا يا شباب اكبر وحش ماين كرافت. وين طيرتني؟ طيرتني طيرتني. اوكي شنو هاي الصرصرة؟ انا وين؟ ياتني انا ابدا اموت كل شوي. ما ادري يا شباب وين ودونا. فبس هنا وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى عجبتكم، شوفناكم اكبر وحوش ماين كرافت. فقبل ان نخلص الحلقة ابدا لايك اشترك في القناة، لا تنسى اشترك، رابط قناة ميدو بالوصف. لايك قبل اغرق. مع السلامة، باي باي.